الفيديو ده هجاوبكم فيه على اكتر 3 اسئله اتسالتهم في التعليقات، والاسئله دي متعلقه بشاشات زي سوني اكس 7500 اتش وسامسونج كيو 8000 وال جي يو ان 7340 وغيرهم من الشاشات، وايه الافضل فيهم، والسؤال التاني هل في افضل منهم ولا لا، وطبعا سعرهم كام. فتابعوا معايا الفيديو ده علشان هجاوبكم فيه على كل الاسئله دي، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من اشرف تيك توك. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكون كلكم كويسين وبخير ان شاء الله. وهبتدي معاكم الحلقه النهارده بحصر سريع كده لاسعار شاشات التلفزيون اللي كانت بتتراوح في بدايه سنه 2020 لحد وقت نشر الفيديو في شهر 3 2021، ما بين ال 5000 لل 20000 جنيه مصري او ال 1000 لل 3500 ريال سعودي، يعني في حدود ال 300 لل 1000 دولار امريكي، وده حسب الماركات والمقاسات المختلفة لفئة ال 4K Ultra HD، ودي الفئة اللي هتكلم عنها دلوقتي. والأسعار والمقاسات المتوفرة من كل موديل هتظهر قدامك على الشاشة وأنا بتكلم عنهم كمان شوية في الفيديو. وطبعا الأسعار دي بتزيد شوية للفئات الأعلى من الشاشات اللي بتكنولوجي الكيوليد أو النانو سيل، وبتتراوح ما بين ال 800 لل 1500 دولار، ومن ال 1500 دولار وأكتر للفئات الأعلى من الشاشات اللي بتكنولوجي الأوليد والمقاسات الكبيرة من الكيوليد والنانو سيل زي ال 75 وال 85 بوصة، ودي اللي هتكلم عنها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ولذلك لو أول مرة تشوف فيديو من قناتي فمن فضلك لايك سريع للفيديو، وما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك علشان يوصلك أحدث فيديوهات القناة والأخبار الجديدة. ولو عايز تشوف نظرة أولى للموديلات الجديدة بتاعة 2021 اللي هتنزل على فصل الصيف إن شاء الله، فاتكلمت عنها في أكتر من فيديو على القناة في الفيديوهات بتاعة تغطية معرض CES 2021، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق وصف الفيديو. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الإجابة على تساؤلك. دلوقتي لو أنت ميزانيتك في حدود ال 5000 جنيه لل 15000 جنيه، فأفضل شاشات هتكون متوفرة قدامك من موديلات 2020 هي السامسونج الكيو 60 تي أو التيو 8000 او ال جي يو ان 7340 و7440 او النانو 79 ونانو 80 او سوني اكس 7500 اتش واكس 8000 اتش او تي سي ال سي 715 وسي 815. فطبعا الاختيارات كتير والموضوع محير شويه، لانك في الغالب مش عارف ايه فيهم الاحسن لك او ايه اللي بيميز شاشه عن التانية. فعلشان اوضح لك ايه الاحسن فيهم، لازم في الاول تكون عارف طبيعه استخدامك للشاشه، وكل ما هتكون محدد اكتر وعارف طبيعه استخدامك اكتر هتقدر تختار الاختيار الانسب لميزانيتك. بمعنى ان اي حد بيشتري شاشه يا بيشتريها علشان هيلعب جيمز على بلاي ستيشن او اكس بوكس ومخصص الشاشه دي للعب وعايز شاشه ادائها حلو مع الجيمز، يا بيشتريها علشان بيحب يتفرج على افلام في جو هادي ونور منخفض ومخصصه اكتر لمشاهده الافلام وعايز شاشه صورتها حلوه واضحه وهو موطي نور الاوضه بتاعته، يا بيشتريها علشان متابعه ماتشات الكوره والبرامج الرياضيه وعايز شاشه صورتها نقيه وما فيهاش خيالات او ضبابيه في الاجسام المتحركه بسرعه على الشاشه، يا بيتفرج اكتر على برامج ومسلسلات وبيشتريها علشان استخدامات متعدده مش مخصصه لحاجه معينه زي اغلب الناس وعايز شاشة تنفع معاه في كل الاستخدامات. تاني حاجة لازم تكون عارفها وانت بتشتري الشاشة هي المكان اللي هيتحط فيه الشاشة، يعني هل المكان كبير فتجيب شاشة كبيرة احسن، ولا المكان ممكن تنفع فيه شاشة مقاسها اصغر بس صورتها احسن، وايه هي ظروف الاضاءة في المكان اللي هتتحط فيه الشاشة، يعني هل الغرفة مضيئة قوي وفيها شبابيك كبيرة مدخلة نور قوي عليها، ولا غرفة اضاءتها هادية ومنخفضة زي الغرف المخصصة للمسرح المنزلي، ولا الاضاءة المتوسطة العادية عند اغلب الناس، وده لان مفيش شاشة بتكون كاملة او حلوة حلاوة مطلقة في كل العوامل وظروف الاستخدام، وكل ما الشاشة بتكون متكاملة اكتر كل ما بيكون سعرها اغلى، ودايما هتلاقي نفسك قدام انك يا اما تشتري شاشة صورتها حلوة ومقاسها صغير، يا تشتري مقاس اكبر وتتنازل شوية عن جودة الصورة، لان برضو كل ما الشاشة بتكون صورتها احسن ومقاسها اكبر بيكون سعرها اغلى. والكلام ده هينقلنا لأول اختلاف جوهري بين شاشات التلفزيون اللي في فيديو النهارده، وهو الاختلاف بين نوع البانل، يعني لوح البيكسلز اللي في الشاشه المسؤول انه يعرض لك الالوان بتاعه الصوره اللي بتشوفها لما اللوح ده ينور من الاضاءه الخلفيه اللي في الشاشه، واللي بيكون اي بي اس بانل او في اي بانل او اوليد بانل، وهقول مميزاتهم دلوقتي. بس كمثال على الشاشات الاي بي اس بانل اللي الناس بتسالني عليها، فهتلاقي ال جي وال 7340 وال 7440 والنانو 80 وال 79 والسوني الاكس 8000 اتش، كل دي شاشات اي بي اس بانل. اما الشاشات الفي اي بانل فهتلاقي السامسونج التيو 8000 والكيو 60 تي والسوني الاكس 7500 اتش والتي سي ال سي 715 والسي 815، كل دي شاشات في اي بانل. فيبقى كده عندنا في المنافسه 5 شاشات في اي بانل قدام 5 شاشات اي بي اس بانل. وهنا هيجي دور طبيعه استخدامك، لان انا مش هقول لك اشتري ايه وما تشتريش ايه، ولكن هوضح لك الفرق، لان مفيش فيهم شاشه كامله او حلوه بشكل مطلق زي ما قلت من شويه،
ولكن الشاشه بتكون عباره عن باكج متكامله بيبقى فيها حاجات حلوه قوي وحاجات متوسطه وحاجات مش قد توقعاتك. فالشاشات ال VA panel مثلا بتكون افضل للناس اللي بتحب تتفرج على افلام او تلعب جيمز دايما في غرف اضاءتها منخفضه، لان اللي بيميز الشاشات ال VA panel ان الكونترست ريشيو بتاعها اعلى، يعني نسبة التباين وشدة وضوح التفاصيل ونقاء الصورة في مناطق الظلال بتكون احسن، ودرجات اللون الاسود بتكون اشد عمقا، مش مجربة او رايحة على رمادي زي شاشات الاي بي اس بانل. ولكن في نفس الوقت الشاشات البي اي بانل الطيف اللوني بتاعها او قدرتها على عرض اكبر عدد من تدرج الالوان بتكون اقل من الاي بي اس بانل، وكمان بيفضل الجلوس امامها بشكل مباشر لان زوايا الرؤية بتاعتها ضعيفة شوية، وممكن لو بتشوف الشاشة من زاوية تلاقي الالوان اتغيرت حاجة بسيطة، على عكس الشاشات الاي بي اس بانل اللي بتتميز بجودة زوايا الرؤية واتساع الطيف اللوني، الا انها بتكون مناسبة اكتر للناس اللي اغلب مشاهدتها بالنهار لان الكونترست ريشيو بتاعها اقل ودرجات اللون الاسود فيها مش موحدة وعميقة زي شاشات البي اي بانل. حلو جدا. طب هل معنى الكلام ده انك لو جبت شاشه اي بي اس بانل وشغلتها في مكان نوره منخفض، او جبت شاشه في اي بانل شغلتها في مكان مضيء، هيقولوا لا احنا مش هنشتغل؟ فقطعا لا، طبعا هيشتغلوا وصورتهم هتبقى كويسه، ولكن احنا هنا بنتكلم في الاحسن او الاختيار الافضل والامثل لاستخدامك، لان طبعا في ناس بتفرق معاها التفاصيل الصغيره دي، وفي ناس عادي بتعدي ومش هيفرق قوي معاها الكلام ده. يعني بمعنى تاني، لو انت المكان عندك زي اغلب الناس صاله وفيها شباك في ظروف الاضاءه العاديه، يعني ولا اضاءه عاليه قوي ولا اضاءه منخفضه قوي، ومش هيفرق قوي معاك اذا كانت شاشتك VA panel ولا IPS panel، فهتبتدي تدور على تاني اختلاف جوهري بين الشاشات دي علشان تقرر تشتري ايه، وهو السوفت وير او نظام تشغيل الشاشه، وده هتكلم عنه اكتر في اخر الفيديو. طيب نرجع تاني لشاشات الاي بي اس بانل، وهم LG UN7340 وال7440 والنانو 79 والنانو 80 والسوني X8000H. فايه الافضل فيهم وهل فرق السعر بينهم يستاهل فعلا الفلوس الزياده اللي هتدفع فيه ولا لا؟ فالحقيقه هي ان افضلهم السوني X8000H، وفرق السعر بينها وبين ال جي يستاهل فعلا، ولكن هي مش متوفره في مصر حاليا ومتوفره اكتر في الجلف اريا، والسوني X8000H هي الافضل لان قوه اضاءتها اعلى او البيك برايتنس بتاعها اعلى، لانه بيوصل 530 نتس، والنتس هي وحده قياس سطوع الاضاءه للشاشات، وهي تعتبر اقوى شاشه فيهم كقوه اضاءه، بالاضافه للطيف اللوني الاوسع، وطبعا كل ما نور الشاشه بيكون اقوى فصورتها بتكون اوضح في الغرف المضيئه، وبتتغلب اكتر على الانعكاسات اللي جايه عليها من مصادر النور الخارجيه زي الشبابيك الكبيره. مع دعمها للدولبي فيجن فهتستمتع بمشاهده المحتوى ال HDR عليها اكتر، بالاضافه لانها بنظام تشغيل اندرويد، وطبعا متجر تطبيقات جوجل متوفر عليه كميه تطبيقات اكتر من باقي انظمه التشغيل. ولكن مشكله الاندرويد هنا ان الناس بتتخدع فيه، بمعنى انك لو جايب شاشه اندرويد وبتستخدمها للاستخدام العادي، يعني بتتصفح على الانترنت وبتتنقل بالقوائم الشاشه والقنوات المختلفه، فهتبقى ممتازه جدا. لكن لو متخيل انك هتلعب جيمز تقيله عليها زي ببجي وباتل فيلد واسفلت والكلام ده، ففي ناس بتتفاجئ ان الشاشه بتهنج وبتقطع معاهم في اللعب، وده بسبب ان الجيمز دي بتحتاج رامات اكتر ومواصفات اعلى ممكن تلاقيها في التليفون بس مش موجوده في التلفزيون، بالاضافه كمان لان مش دايما كل التطبيقات بتكون متصممه او اوبتمايزد لشاشه التلفزيون. ولو كان هدفك من الاندرويد هو لعب الجيمز دي على الشاشه، يبقى انصحك تجيب الانفيديا شيلد تي في برو بنظام الاندرويد، لانه هيديلك اداء افضل مع الجيمز من الفئه دي من شاشات الاندرويد. اما لو كنت بتدور على شاشه سعرها مناسب اكتر لميزانيتك، او مش حابب نظام تشغيل الاندرويد، فممكن تشوف شاشات ال جي بنظام تشغيل الويب او اس، واللي في رايي بيعتبر افضل نظام تشغيل لشاشات التلفزيون حاليا. فعندك مثلا موديل نانو 79 ونانو 80، وهم اول فئه في شاشات ال جي بتكنولوجي النانو سيل، والتكنولوجيا دي عباره عن فلتر مليان حبيبات صغيره جدا بحجم النانوميتر، بيتضاف لمجموعه الفلاتر اللي بتكون قدام النور بتاع الشاشه، ووظيفته انه يحسن من جوده الصوره وبيوسع الطيف اللوني والكونترست بتاع الشاشه، بالاضافه لانهم بيدعموا تكنولوجي ال ALLM اختصار الاوتو لو لاتنسي مود، ودي هتستفيد منها لو بتوصل بلاي ستيشن واكس بوكس على الشاشه، في انه بيخلي الشاشه تشتغل على الجيم مود اوتوماتيك اول ما بتفتح الجيمنج كونسول علشان تاخد افضل اداء من الشاشه واقل انبوت لاج وانت بتلعب، والخاصيه دي مش موجوده في السوني X8000H. اما النانو 80 بتزيد على النانو 79 في خاصيه اللوكال ديمينج، واللوكال ديمينج هو تكنولوجيا اعلى شويه في التحكم في اضاءه الشاشه، وبتستفيد منها في كونترست ودرجات اسود احسن. اما لو ميزانيتك كانت محدوده اكتر، يبقى هتروح لموديل اليو ان 7440 او 7340، وهم زي النانو 79 والنانو 80 بنفس المعالج والمواصفات، ولكن علشان يكون سعرهم اقل شويه فبيكونوا بدون فلتر النانو سيل، ومتشال منهم خاصيه الاوتو لو لاتنسي مود واللوكال ديمينج. واللي بيميز ال 7440 عن ال 7340 انها بتجيب تصميم الستاند الكيرف، واللي بيكون شكله اشيك وعصري اكتر، وكمان في بعض الدول بيكون فيها مدخل سي اي سلوت او كارت كاميرا.
ولكن غير كده هم زي بعض تماما كمواصفات وجودة صورة. وفي كمان موديل ال 7240 وهو ارخصهم سعرا ونفس المواصفات ولكنه بيكون بالتصميم الخارجي القديم شوية بتاع 2018، وده برضو علشان يكون في تنوع في الاسعار لكل الناس باختلاف ميزانياتهم. وطبعا لو عايزين معلومات اكتر عن الشاشات دي فهتلاقوا مراجعات مفصلة ليهم على القناة، وهسيب لكم في اول تعليق لينكات للشراء حسب افضل الاسعار اللي لقيتها وانا بحضر لكم الحلقة من على موقع سوق وجومي. وده كان بالنسبة للشاشات الاي بي اس بانل. اما الشاشات الفي اي بانل زي السامسونج كيو 60 تي والتيو 8000 والتي سي ال سي 715 و815 وسوني اكس 7500 اتش، فزي برضو ما قلت من شوية ان شاشات البي اي بانل بيكون افضل اداء ليها في الغرف منخفضة الاضاءة، وافضلهم هيكون السامسونج كيو 60 تي لان قوة اضاءتها بتوصل ل 470 نتس مع المحتوى ال اتش دي ار والاس دي ار، وهيجي بعدها التي سي ال سي 815 بقوة اضاءة 450 نتس، وبعدها السي 715 400 نتس، وبعدهم السوني الاكس 7500 اتش 370 نتس، واخرهم هيكون التيو 8000 بقوة اضاءة 300 نتس. كمان الطفل اللوني في سامسونج كيو 60 تي وتي سي ال سي 815 و715 اوسع لانهم بتكنولوجي الكوانتم دوت، وهما بيعتبروا اول مرحلة او فئة من الشاشات اللي بتكنولوجي الكوانتم دوت من سامسونج وتي سي ال، وهي نفس فكرة تكنولوجي النانو سيل اللي بتقدمها ال جي اللي بتعتمد على فلتر حبيبات بحجم النانوميتر، ولكن مع اختلاف الاسماء لان التكنولوجي دي اللي بدأها في مجال شاشات التلفزيون لاول مرة في العالم كانت سوني في 2013 وكانت باسم تراي لومينس، وفي 2015 في معرض سي اس للتكنولوجيا اعلنت شركات زي ال جي وسامسونج وتي سي ال عن استخدامها للتكنولوجي دي بطرق واسماء مختلفة، مع العلم ان تي سي ال سي 715 و815 بتتميز على السامسونج كيو 60 تي بدعمها للدولبي فيجن والاوامر الصوتيه العربي، الا ان اداء وبرفورمانس الشاشه السامسونج كيو 60 تي بشكل عام افضل من التي سي ال لان نظام تشغيل تايزن في شاشات سامسونج اوبتمايزد اكتر مع الشاشه من نظام تشغيل اندرويد، والاختيار بينهم هيكون راجع لتفضيلك للشاشه ونظام تشغيلها بشكل عام والانسب لميزانيتك، وهل انت مشترك في خدمه زي نتفليكس اللي هتقدر تشوف عليها افلام دولبي فيجن فعلا ولا لا، لانك لو مش هتستفيد من الدولبي فيجن والاوامر الصوتيه العربي مش حاجه مهمه بالنسبه ليك، فانا في رايي انك تجيب السامسونج كيو 60 تي هتكون افضل لك بالاخص لو انت من مستخدمين تليفونات ايفون لانها بتدعم اير بلاي 2 لان التي سي ال ما فيهاش اير بلاي 2، ودي هتكون حاجه مهمه ليك لو انت من مستخدمين الايفون وممكن تفرق معاك في قرار الشراء. اما لو كنت بتدور على حاجه مناسبه اكتر لميزانيتك يبقى هتجيب السوني الاكس 7500 اتش بنظام تشغيل اندرويد، ولو مش بتحب الاندرويد فالبديل ليها هيكون السامسونج تيو 8500 ولكنها منزلتش مصر، ولو ميزانيتك محدودة اكتر يبقى هتجيب السامسونج تيو 8000، وده لان الاكس 7500 اتش جودة صورتها افضل لان اضاءتها اعلى والطفل اللوني فيها اوسع وبتدعم الاوامر الصوتية العربي من خلال مساعد جوجل اسيستنت، على عكس السامسونج اللي بتدعم الاوامر الصوتية الانجليزي لانها بتنزل في مصر وفي الدول العربية بمساعد سامسونج بيكسبي، وبتنزل في الدول الاوروبية وفي امريكا بمساعدها الشخصي بيكسبي مع امازون اليكسا وجوجل اسيست. ولو ميزانيتك محدودة تماما هيكون اخر اختيار قدامك هو سامسونج تيو 7000، وطبيعي هتكون اقل منهم في اغلب المواصفات. يعني بشكل عام لو انت عايز ترتيب الشاشات دي لغرض الجيمز فهم هيكونوا مناسبين اكتر لجيل البلاي ستيشن 4 و4 برو واكس بوكس 1 اكس، وده بسبب انهم كلهم بمدخل HDMI 2 ومعدل تحديث 60 هرتز، وهم طبعا هيشتغلوا مع البلاي ستيشن 5 ولكن هيكون في حدود امكانياتهم ومش هتستفيد من كل مميزات البلاي ستيشن 5 معاه. اما بالنسبة للاستخدامات المتعددة بشكل عام فهيكون ده ترتيب. وبكده تكون عرفت مميزات كل الشاشات، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك دلوقتي، وفي النهاية ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.